احمد عز يعني من الناس اللي كل الناس بتحبه وانا قابلهم ان شاء الله يعني الفيلم يكسر الدنيا كعاده افلام احمد عز. كسرت الدنيا مع الحمد لله الحمد لله. يعني خلينا نتكلم عن العارف اكتر من ده في المهم احنا جايين نحتفل بيهم النهارده. نتكلم النهارده عن احمد عز واحمد فهمي كابل تحس ان رومانسيه واكشن ايه. بصي هو احمد عز طول الوقت بيفاجئنا بافلام محترمه, هو نجم كبير وليه قاعده جماهيريه عريضه. المفاجاه بالنسبه لي احمد فهمي في الاكشن, ودي حاجه يعني انا متاكد ان فهمي يعملها حلو لان احمد جامد سواء في الكوميدي او في الاكشن, وانا بتوقع نجاح كبير. مصطفى خاطر اضافه للفيلم, كارمن بصيبس, احمد علاء كمخرج من المخرجين اللي بحب اتفرج على شغلهم جدا ومخرج واعد جدا, احمد بدوي كجهه انتاج. انا بشوف فيلم فيه كل عناصر النجاح, ربنا يكتب لهم كل نجاح. لو ما حطش اكرم حسني كنت هتبقى ايه؟ كنت هبقى ايه؟ كنت هبقى اكرم حسني برضه. حاجه ممكن تجمعك قريب مع فهمي؟ طول الوقت في حاجات بتجمعنا انا وفهمي, واول ما يبقى في فكره مناسبه لينا احنا الاثنين احنا اخوات واصحاب وما فيش حاجه, يعني اول ما تتوافر الفرصه هنعمل كده على طول. مش هنعدي الموضوع هايفه برضه حتى لو قلت لا, ما احنا جايين نحتفل بعز وفهمي والفيلم. الدعايه بتاعت ان هم قالوا ان هي اتسرقت, اتصدقت ان هي اتسرقت ولا عارف ان هي دعايه؟ لا كنت عارف انها دعايه لان كنا متكلمين انا وفهمي قبلها, ما بنخبيش يعني حاجه على بعض, فباركت له.